تم اليوم التوقيع على اتفاقية عقد انتفاع لاستثمار وتشغيل سوق مدينة حمد الشعبية بين وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وشركة ذا مولز الخاصة لتطوير العقارات التي ستتكفل بإنشاء وتشغيل السوق بكلفة إجمالية تبلغ 3.5 مليون دينار بحريني، وذلك لتوفير الخدمات المطلوبة لقاطني مدينة حمد والمناطق القريبة منها. وتأتي هذه الاتفاقية كثمرة تعاون بين وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ومجلس بلدي المحافظة الشمالية والقطاع الخاص ضمن مساعي الوزارة نحو إنشاء وتطوير الأسواق العصرية والحديثة التي تخدم المواطنين والمقيمين وتلبي احتياجاتهم في مختلف محافظات المملكة، إذ يعد هذا المشروع الذي يقع داخل حدود مجمع 1212 من مدينة حمد يعد معلما خدميا تجاريا متكاملا سيأخذ الطابع العربي البحريني التقليدي ليكون سوقا نموذجية تضمها المحافظة الشمالية وتقلل من الضغط الحاصل على الأسواق الشعبية والمركزية الأخرى في المملكة في ظل الكثافة السكانية المتزايدة في مدينة حمد، إلى جانب توفير فرص تجارية للمواطنين بأسعار تنسجم مع أسعار الأسواق المشابهة وبجودة خدمات عالية. المشروع سوف يقام في المساحة اللي تفصل بين دوار 16 ودوار 17 في مدينة حمد في مساحة 12000 متر مربع. المشروع مكونات المشروع راح تكون الأمور الأساسية اللي هي فراشات إلى سوق اللحم والأسماك والخضار، وأيضا سوف يحتوي المشروع على 20 محل تجاري لتقديم مختلف الخدمات إلى أهالي مدينة حمد الكرام. أيضا راح يكون في هناك في الطابق الأعلى هايبر ماركت كبير لتلبية كل متطلبات المدينة، وأيضا مواقف سيارات لحوالي 250 موقف. المشروع إن شاء الله مدته فترة الإنشاء حوالي 24 شهر. هذا التوقيع اتفاقية مدينة حمد مما يدل على التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية، وهذا المشروع سوف يخدم أهالي مدينة حمد والمناطق المجاورة وسيفتح فرص جديدة للتوظيف البحرينيين. فهذه المشروع راح يكون يعني في مقدمة طلبات الأهالي اللي كانوا على أحر من الجمر بانتظار هذا المشروع، وإن شاء الله يرى النور قريبا. وإحنا بالعكس هذه يعني من المشاريع المهمة في مدينة حمد اللي صارت في سنة 2020، وهاي بتكون سنة مميزة بالنسبة حق هاي النوع من المشاريع. وإحنا كنا بحاجة في مدينة حمد حق مشروع مثل مشروع السوق المركزي اللي بيخدم أهالي مناطق مدينة حمد واللي حواليها. طبعا المشروع بيبني على مساحة تقريبا 12000 متر مربع، ومن مبني مكون من 3 طوابق، في هايبر ماركت، في تقريبا 60 فرشة، وشركة المولد التطوير العقاري قامت بإنشاء سوق المحرك المركزي. فعندنا احنا الخبرة الحمد لله في تطوير هاي الأسواق المركزية لخدمة المنطقة.